طبيعة جهنم. التأمل في النصوص الدينية الإبراهيمية الأولى بيظهر لنا إزاي تطورت فكرة جهنم في العقلية الدينية. نصوص العهد القديم بتقترح أن جهنم قد تكون حالة من الوجود المادي بلا وعي، وقد يجادل البعض إن كان ده وجود بالمرة. أما العهد الجديد في بعض نصوصه قد يتفق مع الفكرة التوراتية، إلا أن في النصوص الأخرى يبدو أن العويل واصطكاك الأسنان بيقترح أن قاتني جهنم مدركين لوجودهم. وأخيرا في النصوص القرآنية إشارة لتجربة من العذاب القصوى فيها وعي وإدراك من الكائن الواقع تحت العذاب. إذن في الرؤية الدينية الإبراهيمية التقليدية، جهنم مرادف لمفهوم العذاب اللي بيتطلب بالضرورة نوع من الوجود والوعي، وهدفها هو إسقاط العقاب على الفاشلين في اعتناق الإيمان في الحياة الدنيا. وأخيرا الصورة التقليدية لجهنم مش بس بتقر إن المدة أبدية، ولكنها بالضرورة أبدية، لأن لا توجد طريقة للهروب من جهنم، لأن تبعيات الخطايا لا رجعة فيها. بالتأكيد دي مش الصورة الوحيدة لطبيعة جهنم، وفي عدة صور أخرى انبثقت من مفاهيم مختلفة للعذاب الواقع على قاتني جهنم. أحد أقسى صور طبيعة جهنم هي الصورة الحرفية literal view للنصوص المقدسة، اللي بتصور جهنم على إنها حالة قصوى من العذاب المعنوي والجسدي في اليوم الآخر، بيتم إعادة إحياء الموتى وإيداعهم حرفيا في مكان ملتهب بالنيران. في النصوص التانية اللحقة على النص المقدس الإلهي، عادة ما بيتم الإشارة لأن هذه الجحيم هتسبب عذاب الاحتراق البدني، لكنها لن تسبب احتراق الجسد، أو في بعض النصوص الأخرى بتسبب احتراق الجسد ثم يتم إعادة الإحياء مرة تانية والمرور بنفس التجربة مرة تلو الأخرى إلى الأبد. ده بالإضافة للعذاب النفسي الواقع على الفرد اللي هيعاني من اليأس والألم لفشله من الهروب من العذاب الأبدي. البعض اعترض على التصور الحرفي لجهنم وجادل إنه بيظهر الله على إنه سادي سادستك النزعات، وفضلوا تفسير النصوص اللي بتصور نار جهنم المتقدة على إنها نصوص رمزية لصورة من العذاب النفسي. بما إن الله خلق البشر، فإن رغبتهم الجوهرية والأساسية سواء أدركوها ولا لا هي التمتع بالقربة والوحدة الأبدية مع الله، وبالتالي حتى وإن لم يقع عليهم عذاب مادي في الآخرة إلا إنهم هيعيشوا صورة من العذاب النفسي في حالة ندم، يأس، حزن، كراهية للذات إلى آخره. الرؤية النفسية psychological view للجحيم بتنقسم لنوعين حسب شدة العذاب المتصور. في صورتها القصوى فيها الإنسان هيدرك للمرة الأولى رغبته في القرب من الله، وبالرغم من إن الإدراك ده هيدفعه لتوبة حقيقية ورغبة صادقة في طاعة الله، إلا إن فرصته فاتت في دخول الجنة، لأن الجحيم حالة أبدية، وبالتالي تحت الرؤية دي مصدر العذاب القاسي هو رغبة الفرد المستحيلة في الهروب من جهنم. بالرغم من أن الرؤية دي بتنطبق على العديد من النصوص المقدسة، إلا أن من الصعب توفيقها مع فكرة كمال محبة الله ومحبته لكل عباده حتى الظالمين، خصوصا بعد ما المعذبين هيوصلوا لنفس حالة الحب والرغبة في طاعة الله اللي هي نفس حالة الصالحين في الجنة. يبدو إذن أن من العسير تصور أن إله كامل المحبة مش هيغفر للمخطئين ويودعهم الجنة في نهاية المطاف، وإن كان الله غير قادر على العفو بسبب العدالة أصبح هناك انتقاص من كمال قدرة الله. بعض الردود المطروحة على الاعتراض ده قد تكون أن محبة الله لعباده اختيارية فقط لهؤلاء اللي مقدر لهم الخلاص والنجاة في الآخرة. رد آخر قد يكون إن الجنة هي مكافأة هؤلاء اللي وجدوا محبة الله في ظروف الحياة الفانية المحيرة أو حالة الاختبار، لكن اللي اكتشفوا محبة الله وحكمته في الآخرة خرجوا من حالة الاختبار ولا يستحقوا المكافأة. المشكلة في الردود دي وغيرها إن ما زال التوفيق ما بينها وبين فكرة رحمة الله God Grace المطلقة اللي وسعت كل شيء وذكرتها الديانات الإبراهيمية الثلاثة ما زال أمر صعب. في الرؤية النفسية المعتدلة لجهنم، المعذبون من الجائز أن يكون عندهم رغبة في الخروج من جهنم ودخول الجنة، لكنهم في نفس الوقت بيظلوا كما هم منحرفين أخلاقيا
غير مدركين لغاية القرب والتسليم لله. الصورة دي معتدلة لأن بالرغم من أن الظالمين بيعذبوا في جهنم، إلا أنهم لا يعذبون بصورة قصوى تكفي لتكوين رغبة عندهم في الرحيل من جهنم للجنة عن طريق الخضوع لله. الرؤية المعتدلة أبسط في توفيقها مع فكرة الله كامل المحبة، محب لكل عباده حتى الظالمين. لأن لو الإنسان المخطئ في جهنم أدرك حقيقة القرب من الله والخضوع له لعفى عنه الله وأدخله الجنة، لكن العذاب معتدل فلن يحدث أن يخضع الفرد لله، وبالتالي أصبح العذاب مستحق وأبدي. أكيد السؤال اللي بيدور في عقلك دلوقتي، ليه الإنسان ده مش هيندم ويخضع لله بما إن في نوع من العذاب واقع عليه حتى وإن كان العذاب ده معتدل؟ في الحقيقة في طريقتين للإجابة على السؤال ده. الأولى هي إن الفرد فقد حرية إرادته في اختيار الشيء الصواب، وبالشكل ده أصبح الجحيم أبدي بالضرورة. أما الطريقة التانية هو إن من الجائز إن بعض الأفراد تندم وتخضع لله، وبالتالي يصبح بقائها في جهنم مؤقت ويودعون إلى الجنة في نهاية الأمر. الطريقة التانية زي ما أنت أكيد متصور بعدت عن الرؤية التقليدية لجهنم اللي بتفترض أبديتها، لكن من الممكن الاعتراض إن في كلا الإجابتين الصورة المعتدلة للعذاب النفسي في جهنم بتعد نوع من العقاب، لأنها غير مفروضة على المعذبين ضد إرادتهم، لأنهم مدركين وجود الله لكن ما زالوا غير راغبين في الخضوع له. لكن في الحقيقة مش دايما العقاب بيكون مفروض ضد إرادة الفرد. السمة الجوهرية للعقاب هو إنه توابع غير إيجابية للأفعال الخارجة عن قوانين ما بيتطلبها نظام العدالة، سواء كان المخطئ بيرغب أو لا يرغب في وقوع العقاب عليه.